اولا السلام عليكم خويا. بالنسبه للحريقه خويا انا كنت طلعت اخويا في 2007 طلعت الغربه ردوني اخويا ريفولي. من مشيت اخويا بغيت الريسكي اخويا في طنجه لقيت البور اخويا حولوا الدول القصر الصغير بقيت الريسكي تما في البور بالي مقاديه مزيره بزاف. خرجت اخويا بغيت نشد الترامبية باش نرجع في حالتي هنايا وتلاقيت مع واحد الدري ستاتي خصيه مدري سوي في شكل بيبا عليه واحد ديديكاس لخويا مهدي ستاتي. قال لي اخويا سلاومك طالع القدام. قلت لي اخويا الزيار اللي كاين ما عمري ما شفتو في حياتي البور ديال اسبانيا وما دايرينش هاد الزيار اللي دايرين عندنا في المغرب. وصافي الاخوان ديالنا قال لي شنو المعمول. قلت لي المعمول غادي نطلع في حالاتي غادي نمشي نشوف اخي شي زودياكا ولا نمشي في شي لعيبه. قال لي تعال كاينه واحد التقيبه زواونه تريسكي معايا فيها. قلت لي فين جات التقيبه؟ قال لي كاين واحد القادوس ونصح الدراري جميع الدراري الحراقه يبعدوا من القوادس خاصة تندي تكون عندهم الضيقة وصحاب الكيليمين قوات خطارة الدراري شحال من واحد الله يسر ريفنيك هذوك القادوس. من بعد ما قال لي لا معايا كاين واحد التقيبة تبعتو في واحد القادوس مشيت انا ويا في واحد القادوس. قادوس قسما بالله ضربنا تقريبا تحت الارض بشي 10 متر شوي تمينا غادي من داك في قادوس. قادوس تصور عنده متر قسما بالله الخوت بقيت غادي تابعو 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 عرفتي ضربنا واحد المسافة شحال من كيلو تقريبا نقول لك شي جوج كيلومتر غادي تحت الارض غادين 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 غادين. صافي صار حسيت صراحه بواحد الخنقه واعره بزاف. صافي خرجنا مو واحد القادوس واحد اخر تمين قاصدين السكانير قاصدين السكانير ما يقشعوني السكرتيه هربنا ليهم هربنا ليهم. صافي نقزت انايا نقزت واحد السور صافي هما يتبعوني تما كانوا هما يشدوني ما شدوني. كانت هذاك النهار كانت الحمله فهمتي الخوت كانت الحمله. صافي هما يدوني داوني كانت الحملة هما شتونا داونا الحملة داونا رماونا في عين السبع طرق لو طروج هبطونا بالليل مع جوج شي تقريبا شي الوحدة ومع جوج الليل بقينا ضاربين على رجلينا من عين السبع حتى ولاد زيان غاديين على رجلينا غاديين غاديين حتى طبنا برجلينا. صافي وصلنا لولاد زيان كانت عندي واحد الصريف صافي وانا شفت الكار جيت في حالاتي هبطت السلا هبطت السلا. صافي بقيت مريح مريح في السلا دوزت هذاك النهار صافي الغد فهمتي فهاد العشيه شديت عاوتاني التران وانا نطلع في حالاتي هبطت هبطت القصر الصغير. كنت حاط الحوايج ديالي مع واحد البيت حاط الحوايج ديالي تما كاينات. صراحه هادي رساله كنوجه لجميع الحراقه الدراري ريسكيو بعدو من القادوس من القوادس واللي بغى يريسك ريسك ريسك نقي. وكنوجه رساله للمسؤولين صراحه نرخفوا عنا شي شويه ديال الريسك. صراحه راه عندنا التبيطيل بزاف وعندنا خويا بنادم ما عنده ما يدار الا ما كنتوش قادين علينا وما غاديش ديروا لنا شي حل في هاد البلاد وغادي نبقاو نشرفوا معاكم وغادي نبقاو نكبروا ديروا معنا شي حل خلينا نمشيو نحرقوا نمشيو ندبروا على راسنا. راه دايرين زيرتوا لينا البلاد بزاف الخوت وانتوما مزيرين هاد البلاد ومخدمين مخلينا مبيطلين وكذا وكا رخفونا شي شويه. حتى انا كنوجه المسؤول واش انتوما اللي بغيتوا عيد انتوما اللي تاكلوا انتوما اللي بغيتوا تشربوا انتوما اللي بغيتوا تعيشوا ها بغيتوا عيد انتوما اللي تاكلوا انتوما اللي تعيشوا ولادكم هما اللي يشربوا. والدرويش حنا فين نمشيو ها الدرويش فين يمشي؟ يمشي الطريق البحر نمشيو نموتوا. وهاد رساله نهار ان شاء الله نكونوا شادين طريق البحر وشادين الزودياكا وخاوين من هاد البلاد ما تبعوناش بعدوا منا وذنوبنا عليكم ذنوبنا عليكم وذنوبنا عليكم. وبعدو من الشباب خلي الشباب دبر على راسه وانتم عباد الله ما بغيتوا ما خلي ما خدمتونا ما دبرتوا علينا ولادكم تيعيشوا تياكلوا تياكلوا مزيان وتيشربوا في الطونو تيسوقوا في الطونوبيلات وتيعيشوا لا فيدا وحنايا الدرويش. ولدي رساله كنوجه للمسؤولين كنتمنى الميساج ديالي وصل والسلام عليكم.